FM. الكلمة ليك. شو أول حاجة بعض الحقائق ماذا بينا معناتها اليوم نحاولوا فهمتني نعلموا بهم ونحاولوا نذكروا بهم. أول حقيقة راهو ليفي دي هذه هيئة الحقيقة والكرامة ماهيش هيئة دستورية. الدستور نص على معناتها طول البروسيس نتاع جوستيس ترانزيسيونيل العداله الانتقاليه. العداله الانتقاليه ك معناتها جو ديري مقاربه موجوده في الدستور، لكن الهيئه كما توا لي في دي هذه ماهيش موجوده في الدستور. الدستور قال راهو فما لازم تصير عداله انتقاليه ومعناتها ضمن اليات في اطار اليات، وتنجم تكون هيئة تنجم آلية من آليات، فهمت؟ يقع تحديدها. دونك لي في دي معناتها ماهوش منصوص عليها اون طون كو تيل في الدستور. معناتها الكلام اللي بعض الأشخاص يقول لك راهو لي في دي هذه الهيئة الدستورية ماهيش هيئة دستورية. الهيئات الدستورية نعرفوه، المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية، لي في دي ماهيش هيئة دستورية. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية مهمة، الهيئة هذه لي في دي راهي تعينت وتحطت في عهد الترويكا. عهد الترويكا نتاع 2012 و2013 معناتها النهضه والسي بي ار والتكتل راهي، والهيئه هذه وقتها في المجلس التاسيسي وقع معناتها الاعلان على تركيبتها وتعيين سهام بن سدرين فيها، وسهام بن سدرين محسوبه على شق سياسي، وهذا هذه الحكايه اللي اليوم مسببه في مشكله، انه العداله الانتقاليه اللي ماذا بينا كنت موافقين عليها كتوانسه، وماذا بينا راهي لمتنا الكل التوانسه العداله الانتقاليه، وراهو كان فما معناتها موضوع وملف فيه توافق هو العداله الانتقاليه. معناتها انا نجم نكون مانيش متوافق انا واحد من حزب النهضه ولا من السي بي ار ولا مواطن اخر عنده ايديولوجيا اخرى ولا افكار اخرى، نجموا نتناقشوا نجموا نصارعوا نجموا اختلافات في اطار بيان سور برا من العنف نحكي لك، فهمت؟ هذا وارد، هذيك الديمقراطيه. لكن كان فما حاجه لازم تجمعنا الكل، سي بي ار، نهضه، نداء، تكتل، اللي مش متسيسين مش متحزبين المجتمع المدني المواطنين العاديين، هي حكايه العداله الانتقاليه. كي جات النهضه وجات الترويكا وعملتها هذه اللي في دي وفرضتها علينا وقتها في اطار حكومه الترويكا وقتها مش تاسيسي، معناتها وقتها ديجا ضربوا في المصداقيه نتاعها وحطوا عبد اللي هي سهام صدرين مع احترامي ليها وتاريخها واللي باش تحكي عليه الكل، راهي سي اون بيرسون كي كونتيستي ما انو في با لونانيميتي، ما فماش حولها اجماع. مرأة معناتها عندها بعض الأمور المسائل اللي مستهربة، فهمتي؟ دورها في 2011 مهزها لوزارة الداخلية، اش عملت في وزارة الداخلية؟ علاقتها ببعض السفارات الأجنبية والأطراف الأجنبية، بول بريمر معناتها اللي بعثوه الأمريكان في الاحتلال نتاع العراق، فهمتني؟ كتب عليها ورقتين وثلاثة ورقات في الكتاب نتاعو، شنو هو العلاقة ما بيناتهم؟ دونك سيهم بسدرين سي با أن بيرسوناج معناتها كي كلين كما يقولوا أونتر كيمي كلين دون لو سونس، معناتها أمور واضحة من جميع المسائل وعنده مصداقية كبيرة ياسر ومعناتها ما فما حتى شكوك حولها. إيه تقول لك حاسبوني على ما تهمتها بحد شيء، ما تهمتها بحد شيء، لكن قلت راهو سي با أون بيرسون كي في لونانيتي. سيهم بن سدرين ماهيش نحكيو على الهيئة. حاسبوني على الخدمة، الخدمة أنا نشوفوا فيها ساعة. أول حاجة لي في دي استقالات معناتها عديدة، سوء تصرف معناتها فما قال راهو فما سوء تصرف وفما قضايا في المحكمة وفما حتى أحكام في المحكمة الإدارية لم يقع تنفيذها في اللي في دي، معناتها خرج أحكام ضد اللي في دي وما وقعش تنفيذ الأحكام هذه، فهمت؟ دونك المرأة حسب عندها ريشة فوق راسها فوق القانون، نعمل شنو نحب، نحترم اللي نحترم وما نحترمش اللي ما نحترمش، وجو في سو كو جو فو، معناتها اللي يعقل هذا. هذه ديمقراطية نحبوا عليها، هي هذه سهام بسدرين هذه اللي تحكي بالديمقراطية وتناظر في عهد بن علي من أجل الديمقراطية باش تجي تطبق نوع آخر متاع ديكتاتورية، وهاو أنا وراي حزب النهضة وتتعرضوا لي في الدورة كما نقولوا بلغة أخرى سامحني على اللغة، فهمت؟ مي هذا هو، معناتها شيء واحد يخرج من عقله، معناتها هذا نحبوا نطبقوا القانون ونعطيوا نضربوا المثال في البلاد وقت فما أشخاص من نوع هذايا. الكلمة ليك.